السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. الحين الساعة عندنا 6 الا الشمس سبعة تطلع مثل ما تشوفون. متوجهين الحين لغابة يالوستون. غابة يالوستون تبعد يمكن ساعتين من هنا من المنطقة حقتي. هي اصل الغابة غابة مفتوحة، يعني ما فيها اي تحكم تقريبا من الحكومة. الحكومة تحط بس مثل كل ولاية هنا حط لها جزء، يعني داخل على جزء من الولاية، فحط لها الاشياء اللي تساعد السواح يعني اللي جايين. غابة كبيرة تقريبا تقدرون تبحثون عنها في جوجل. الغابة يمكن 1% من ولاية حقتي المونتانا، والباقي على ايداهو وويومينج. فبروح الحين وبنشوف هناك. فيها دبابة، فيها غزلان، فيها كل شيء، كل شيء يعني كل شيء مبمحمي، كل شيء تشوفه يمك يمشي دمك بالسيارة تقدر تشوف كل شيء يعني. وفيها برضو شلالات، فيها اشياء كثيرة. فخلوكم معنا نبدأ الرحلة من الحين. وصلنا الحين نوصل اوريدي وصلنا مكان حق مياه الكبريتية. فبنشوفها شوي بعدين نتوجه اماكن ثانية. تدري اللي تحسفت اني جبت المايك؟ احس ان هذه الاماكن ما يحتاج انك تتكلم، بس خلاص شغل الكاميرا بدون اي شيء، حط موسيقى وخل الصوره ما ادري الفيديو يتكلم بنفسه. يعني اصلا حتى صوت ما يحتاج، بس فيديو. Thank you.
هذا البافلو واحد وين الثاني؟ ايش ذا منه؟ واحد منه واحد منه.
بصور لكم الحين علشان ابي اعرف هذا هو شوف شلون ده يصور ذا الجهه شنو ما ادري عن الناس جايين هنا دقين مشوار شوفوا المسافه من هناك جايين يصورون ذا الجهه الذي يصور ذا الجهه ما ادري بس ما ادري يعني سبع اوكي ما ادري ولد ولا اوه الفراشه اوكي اوكي
لازم تاخذ مسافة بينك وبين البافلو 25 يوم تقريبا. مجهزين جايين الأسعاب، شوفوا جايين الأسعاب هنا جهاز، عشان جبت العيد هذا جهاز زين. خلاص رجعنا، نسيتكم والله تعب. صورت يعني بس انا في اوقات خلاص حس اني جسمي خلص. ففي نهاية الفيديو اتوقع ممكن الفيديو عجبكم، ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع على قناتي.